شنو رايك في البنية اللي تشري خاتم الخطوبة لخطيبها وتخبي على دارهم على اساس يشتريه هو ومن بعد تزيد تعطيه حق المبل؟ مرأة ونص. كيف هي مرأة ونص؟ فسر لي. تعاون فماش خاطر توا شكون خالط، ما عاد حتى حد خالط. يعني انت تنجم تعمل هكا؟ نعمل هكا وكان لازم نشري دار وفي جدار وغاز. المهم راجل. المهم راجل وهو سيد رجال. ما تراش انه فيه اهانه للرجل هكا؟ لا لا، مادام يبدا راجل معاك فماش حتى اهانه. فما شكون قال اللي تعمل هكا تحب تسيطر على رجلها بعد العرس؟ شنو رايك؟ تسيطر على رجلها؟ لا لا، فماش حتى سيطره. فما قدر وحب قبل كل شيء. انت قلت نعمل كل شيء، نشتري الدار باهي نمشي معاك، تصور تعمل هذا الكل وتضحي ومن بعد يطلع لك الراجل كعبله. هكاك تولي عاد المراه تعايروا على ذاك الكل. تولي تعايروا على ذاك الكل. تولي تقول له يا بيك يا عليك شتي تجبد له خنار الكل. اما كي تبدا عرفته وصفا راجل وعنده كلمه وعنده موقف تعمل معاه هذا الكل. نجم يكونوا متفاهمين، نجم تكون هي تحب، هي باش تاخذه مش هو باش ياخذه. شريته معناه. شريته. انت مثلا ترضى شيء هذا؟ لا. حب ناخذ واحده نحبها، انا معرس هو عندي بنوته ما لقيت مرتي نحبها. باهي، نجم يكون يحبها وتشري هي الخاتم، ظروفه ما تسمحش وتشري هي المبل. انا اخويا ما نحملهاش الحكايه هذه، ما نجمش. ما نجمش. اش خيرش نجيب بفلوسي الخاتم وندخل راسي مرفوع. ما ندخلش معناها حتى كنت حركه انا وياه تقول لي ماني انا شريتك الخاتم. يعني تحس فيها اهانه للراجل؟ اهانه للراجل، اش خيرش بذريع ويجيب فلوس ويجيب خاتمي ويجيب كل شيء. كي يبدا هو زوالي وهي لاباس عليها، علاش لا؟ يمشيوا يكتبوا صداق ويروحوا على روايحهم، كي هو زوالي هو زوالي. عارف شو يقعدوا يعملوا؟ يمشي يكتب صداق ويروح على روح. هكا بفلوسه معناها يعمل. ولا هذوك بداوا مش متفاهمين بعضهم، بداوا يخدموا بعضهم، مخبين فلوس مع بعضهم، كل شيء مع بعضهم. مش انا تعطيني هي فلوس تقول لي برا نمشي نشري الخاتم. هي معناها هنا هي معناها تحب. نقولوا كان جيت انت زوالي وتعرفت على واحده لاباس عليها وقالت لك سيين نعرس وتشري هي الخاتم والمبل. لا ما ناخوهاش. بعديك شنو؟ باش تقول لي يخرج. كيما دخلت بشريتك اخرج بشلاكتك تقول. يعني تنجم المراه تولي مسيطره هنا؟ مسيطره عليا دكتورني بشلاكه تولي. شنو رايك في البنيه اللي تاخذ خاتم الخطوبه لخطيبها وتخبي على دارهم على اساس جابوه هو ومن بعد تزيد تعطيه حق الاثاث؟ بالنسبة لي أنا مش حلو، على خاطر الراجل هو اللي نورمالمون يأثث. بون سي فغي توا بحكم البريود هذيا ولات صعيبة شوية والكل يتعاونوا الرجل والمرأة، مش مشكلة فهمت. أما مش تخبي خاتم الخطوبة على دارهم وتزيد تعطيه باش يأثلها. دونك يلزم نورمالمون يلزم الطفلة بالنسبة لي أنا تكون بقيمتها فهمت. واضح. تشوف انه هذا اهانه من قيمه المراه بالنسبه لي انا؟ اي. والرجل اللي يرضى الوضع هذا كيف تراه؟ واجب عليه. اي نورمالمون الراجل واجب عليه انه هو يوفر كل شيء للمراه. يلزمهم يتعاونوا. وكي حتى تشري هي رجلها والكل، مادام هي نيتها صافيه والكل، علاش لا؟ لهنا هو الكل وليدي. ثم شكون قال انه هي تحب تسيطر عليه بعد العرس؟ ما تبارك الله وليداتنا فايقة ومع شنو يا اخي لهالدرجة بوهاليين. لا. انت ترضى بنتك تعمل هكا والا لا؟ والله في لهنا باش تعاونوا وهو ما عندوش نرضى. في لهنا ولد الفاميليا. انا نرضى بيرسونيلمون، هاي عندي بنية برك كان جات مش معارسة باش تعاونوا ما يسالش. على خاطر باش تهني على روحها، ولاد الحلال ناقصة توا برشا وليدي. هذاك علاش العبد. ماذا بينا لهنا هو الكل. فما شكون قال هذا السيد يعمل برشا على المراه ينجم حتى بعد العرس يقعد معمل عليها هي؟ ما نتصورش، كان ناوي نيه باهيه ووليدي باش يكونوا محل زوجيه باهي والكل، ما نتصورش باش يعملوا هكا. اما وليدي لهنا هو الكل. وشهريتك وشهريتي ما تجيش، شهريه قدس واحد يلزمنا، وليه واحده وربي يهني كل وليه. تحب تهني على روحها تلقى عمرها 40 42 هذه. فاتها الركبة. يعني كان اللي فاتها الركب؟ والله جينيرالمون هكاك، ولا اللي ظروف الراجل ما تسمحش تشري له، ربما ظروف الراجل ما تسمحش. كي يبدا طفلة صغيرة والراجل ظروفه ماهيش هي، تصير الحكاية؟ كي يبدا الراجل ظروفه على قده، أي. والطفلة لاباس عليها وصغيرة، أي. تصير الحكاية عادي؟ دون وجود في الأيامات هذه صعيب شوي. صعيب شوي. كان ممكن قبل، هي ممكن قبل يحبوا هني وارواح، اما تو الماده تغاط على كل. والراجل اللي يقبل الوضع هذايا شنو رايك فيه؟
ورا شنو؟ انه المراه تخلص هي الخاتم وتخلص هي المبل. هي عاد امور هذيك السنين، هو جو احلى جو. يا اخي ما فماش حسابات للراجل والمراه بيناتهم، فماش حسابات دونك نورمال. فسرها فسرها، عندها فلوس. عندها فلوس. ممكن تحب تشريه مش عارف، وطيحت من روحها عندي انا. طيحت من روحها صدقني، قمه في الانحطاط وقله التربيه. صدقني قمه في قله التربيه. باش تقول شريت راجل، شريت راجل، لكن من سيره تقول شريته، ومن سيره زادت مش عارف هو بس هو كرم تعطيه باش يقبل خاتم ويقبل بس قرب تعطيه هو زعما. اذا كانت كرم تعطيه نقول لك انا ما عادش الرجال موجوده، حسن ما يسالش. علاش ما نقولوش الطفله مثلا تحب تهني على روحها ولقات خطيبها الزوال؟ لقات خطيبها الزوال الدار يعاونوه، يعاونوا بيها مش تعاونوا هي. اذا كان هو مد معناها لحيته، مد لحيته لبيت عاش قبلتني بعدها كما كان يقعدوا حي، بس تحط سخي على كريمه مش بس يسدوا من لحيته. والراجل اللي يقبل الوضع هذا كيفاه نراوه؟ والله ايش باش نقول لك، الراجل اللي يقبل الوضع هذا انا راه مش راجل حاج قبلتني، فاسد فاسد قليل تربيه، ما عباره جارحه على الانسان صايم، اللهم اني صايم، اما قليل تربيه. والدي ما ربيهوش. بعد العرس العلاقه تستمر حسب رايك ولا لا؟ واذا كان استمرت كيفاش باش تكون؟ والله اذا كان استمرت تولي هي لابسه السروال وهو لابس الروب. خاطر هو قبل من الاول قبل باش يتنازل على كرامته، هو قبل يتنازل عليها تولي المفهوم بالعكسي، الامور عكسيه ولات، فهمتني؟ تولي هي الراجل وهو المراه. الراجل اللي يرضى على روحه الوضع هذا كيفاش نراوه؟ والله زي في الدين احنا نتبع الشرع بطبيعة والدين، ديما شنو الرسول صلى الله عليه وسلم ايش يقول في كثير من الايات، انه الرجل هو اللي ينفق، هو رجل البيت، انه ما يرضاش انه مرته مثلا تنفق عليه، هكا الشرع. اما تو بحكم دنيا صعبه وكل شيء، ولا لازم يعاونوا بعضهم وكل شيء، ويلزم معناها يكون في المستوى. الراجل ما يوكلش كل معناها العبء الكل على المرأة. ثم شكون قال انه من بعد العرس يولي هو المرأة وهي الراجل؟ هي الراجل وهو المرأة، لا عيب عاد هكايا في حق الراجل. يعني تنجم تسيطر بحكم هي ذلته من الاول؟ لا انا ما نحبش هكاك، خاطر الراجل عنده قيمته في المجتمع والمرأة عندها قيمتها وعندها مكانتها زايدة والكل. ماذا بيا يعني يكونوا زوز متفاهمين وكل واحد يحترم الاخر في حد المستوى اللي نتبعه ديما الشريعه الاسلاميه ايش تقول؟ انه الراجل ديما يقول. انت معرسه ولا؟ اي بطبيعه. عندك بنيه؟ اي ربي يفضلها. ترضى بنتك تعمل هكا نهار اخر؟ لا ما نرضاش انها بنتي توصل للمستوى هذاك، وماذا بيا انها معناها فهمتني كيفاش تاخذ راجل يخاف ربي. اللي يخاف ربي تلقاه مستحيل يوصل للمستوى هذا انه تنفق عليه امراه. والله يعطيها الصحه تحب تهني على روحها هذه. اما ما تجيش البرنسيب ما تجيش. عليها ما تجيش. خاطر يلزم يتعب عليها هو، مش هي تتعب عليه. فهمتني؟ خاطر هو يلزم يتعب عليها وهي يلزم مش هي تتعب عليه. نقولوا هو ظروفه على قدها وهي لاباس عليها، تصير ولا لا؟ ياخذ من غير خاتم. ياخذ من غير خاتم، شنو المشكل؟ ما قدام دارها ما تجيش. لا ما يسالش، فايدة في الهنا. والراجل اللي يرضى على روحه الوضع هذايا كيفاه تراه؟ والله الراجل لازم تو في تونس يخدم على روحه. ما يقبلش الحكاية هذايا؟ اون برانسيب. باهي، نقولوا صارت زعما بعد العرس، كيفاش باش تكون العلاقة بين الرجل ومرته؟ المحكمة. طلاق تو الدوفيس. باهي، يعني هنا تنجم تسيطر المرأة على الراجل؟ بيان سير، ديما مسيطر عليه. ديما مسيطر عليه. مادام فما مجال التحوال شخصية اللي هي المرأة فارضة روحها الراجل، ديما موجودة المرأة اللي هي مسيطرة على الراجل، مهما كانت شخصيته، مهما كانت والله هو سؤال محرج شوية، خاطر يمس من قيمة الراجل شوية. توا خاطر الوقت تبدل شوية لمحال، كما نقولوا نحكيو على كل شيء انه فيه اشتراكيه هكا وشويه كل واحد يعامل الاخر، فهمتني؟ اما ديما تقعد حسب رايي تمس من قيمه الراجل، من قيمته معناها انه هو المسؤول على باش يوفر كل الحاجيات نتاع العرس ونتاع الخطوبه ونتاع كل شيء. الراجل اللي يرضى على روحه الوضع هكا كيفاش تراه؟
والله الراجل توا قاعده تخدم فيه ظروف خويا، ظروف قاسيه قاعده تخدم في الراجل معناها، فهمتني؟ مش ماشيه في مش ماشيه في في الثنيه نتاعو هو، فهمت؟ يعني تخدم ضده تقصد؟ تخدم ضده بيان سور، تخدم ضده، خاطر بطبيعته قساوه توا الوضع وقساوه معناها الوضعيه الاجتماعيه اللي تعدى بها المواطن التونسي، الراجل فاني قاعد يتعدى بضغوطات كبيره برشا، فهمت؟ حسب رايك كي تصير العمليه هذه بعد العرس كيفاش باش تكون العلاقه بين الرجل ومرته؟ مش تقول علاقه تبعيه، مش تقول في شكون ديما الرجل في تبعيه بصراحه للمراه. نجم هي تسيطر؟ بيان سور بيان سور، مش تلقاها الحاجه السهله اللي تمشي لها ديما تقول له راه الحاجه هذيك وفرتها لك انا فهمتني؟